بناء على الشكايه اللي وضعناها يوم الجمعه الماضي للسيد الوكيل العام محكمه الاستئناف، كذلك بناء على اللقاء اللي كان بيني وبين السيد الوكيل العام البارح مع 12 زوالا، تم استدعاء المواطن شفيق ما نقولوش مثلي لانه هذه حريه شخصيه والدستور تكفل جميع حقوق المغاربه اجمعين. تم الاستدعاء ديالو للحضور امام الوكيل العام اليوم مع الساعه 9 صباحا. اليوم كنا في محكمه الاستئناف مع المحامون مؤازرين بالمحامون ديال المركز الوطني لحقوق الانسان. تم الاستماع من طرف نائب الوكيل العام محكمه الاستئناف الى السيد شفيق اللي ادلى بظروف وملابسات بالمعطيات الكافيه حول ظروف وملابسات الاعتقال ديالو، كذلك اسرع المتابعه ديال رجال الامن وادلى بشهاده طبيه ديال العز 30 يوم عند النفساني ارتباط اثار المعاناه اللي عانها على اثر التشهير به والطواف به ومصفى اليدين. من خلال مكشف عنده المكشف شفيق السيد الوكيل العام هو انه تم الاعتقال ديالو والطواف به وهو مصفى اليدين، كذلك رجال الامن خذوه بالسياره ديال الامنيه وطافوا به اربعه الدوائر الى حين دخلوا للدائره 17 وهو شبع عاري. قام احد رجال الامن بالتصوير ديالو وهو مصفى اليدين وتسريب الصور. الاخطر من هذا هو انه سرب الوثائق الرسميه ديالو، اما لكارت بطائق التعريف الوطنيه او البطاقه المهنيه التي كان يعمل في المستشفى العسكري انذاك سابقا. الخطير في الامر هو ان هذا رجل الامن قام بافشاء سريه البحث قضائي، حيث ان السي شفيق كان انذاك معتقل وهو مصفى اليدين. احنا في المركز الوطني لحقوق الانسان طبعا غادي نتابعوا هذا الملف الى حين تحل الجلسه. المحامون ديالنا نسبوه من طرف مدني في هذا الملف، كذلك من المرتقب تكون دعوه اداريه للتعويض في المواجهه ديال وزاره الداخليه بحكم ان المديريه الوطنيه المديريه العامه للامن الوطني تنتمي لوزاره الداخليه و مطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه اللي تعرض لها هذا المواطن. بالنسبه للحاله النفسيه ديالو تلاحظوا كاين شويه تحسن، بحيث ان الوكيل العام استجاب واحد استجابه كانت ايجابيه بحكم ان الشكايه وضعناها الجمعه الماضيه، كان لقاء بينه وبين السيد الوكيل العام البارح الاثنين في نفس النهار تم الاستدعاء ديالو كما تشوفوا اليوم تم الاستماع ليه، وطبعا حنا غنتبعوا المسطره الى حين الاستماع لرجال الامن. ويكفي ان المدير العام للامن الوطني ذات واحد البحث استباقي اداري اللي ارتبط عليه مجموعه ديال العقوبات التعذيبيه وثبتت في حق رجال الامن واقرت ان هناك تجاوز واستعمال الشرف استعمال السلطه من طرف رجال الامن. وحنا غادي نفس الاشخاص اللي تعاقبوا بعقوبات تعذيبيه بين التوبيخ والانذار والتوقيف هم الاشخاص اللي غنطالبوا السيد الوكيل العام الاستدعاء ديالهم، خصوصا ان السي شفيق دلا بعض الصوره على احد رجال الامن الذي هو حسب ادعاء شفيق انه هو اللي صوره داخل الدائره الامنيه وكان انذاك عاري ومصفى اليدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.